في البصرة يعيش المئات من أهالي قرية البتران في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة مبتوري الأطراف بسبب انفجار الألغام في المناطق القريبة من الحدود العراقية الإيرانية. وأصيب المئات من قرى قضاء شط العرب خلال عملهم بجمع بقايا الحديد المتروك من مخلفات الحرب الإيرانية العراقية لبيعه بأسعار زهيدة، وذلك لتوفير لقمة العيش. مصابون أكدوا أن الفقر وسوء حالتهم المعيشية دفعتهم للبحث وسط النفايات وأكوام المخلفات الحربية عما يمكنهم جمعه وبيعه من الحديد والمعادن، مبدين استياءهم من غياب اهتمام الجهات الحكومية بحالاتهم الإنسانية. طلعنا للجبهة الصبح، احنا شنو طلعنا الجبهة؟ يعني مو عندنا فلوس وطالعين. طالعين في سبيل عيش حوايجنا. بعد تعرف خشالة وهذه ووائرات مقطعة شنو؟ تجيب تبيعها ب2000 3000. طلعنا الصبح ذاك يوم بقت رمضان، قبل رمضان قبل العيد 10 ايام صادفة، وبارده الدنيا قاعد اللقط. احنا بعد انا ما ادري لسه تعلقوا، بعد لسه تعلقوا طقنا اللقط شو مرني ما ادري. بالدنيا طشت لي ورشت عيوني ورجلي، طالب تعويض طوني بشي اسوي لي اشيل خيوطي اسوي العين ردود عمليه، هذا اكل ماكو سواري برقبتي واليهال، وبس ابني هذا وحيد، وهذا عندي عمي هذا حيدر هذا مشلل وعمي. الحكومة تشوفني أنا متزوج وعندي 5 أطفال، لا مثل راتب، عندي راتب رعاية بالشهر 100,000، كل 3 أشهر 300,000. زين المية ايش تكفيك؟ المية لا تقدر ساعة واحدة ما تكفي. زين وراك كهرباء، وراك جهال، وراك بيت، مسؤولية.